تحية من قلبي إلى الجيش المصري، إلى شهداء الوطن اللي بيضحوا علشاننا في كل ثانية وفي كل دقيقة من الجيش المصري. تحية تقدير وإعزاز وحب لكل الجنود المصرية. تحية من كل قلبي لكل شهداء الشرطة البواسل اللي بيسهروا علشاننا، اللي بيدافعوا علشاننا، اللي علشانهم بيقفوا ويسهروا ويتعبوا ويموتوا علشان احنا نعيش في امان وسلام. تحية للشرطة، تحية لكل جندي في الشرطة. باسم شهداء الوطن انا بدعم الانسان اللي شال كفنه على ايده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بدعمه من كل قلبي علشان يكمل بنا مصر، علشان نعيش في امان، علشان الوطن العربي كله يعيش في امان. انتوا لا تتخيلوا الجيش المصري بالنسبة للوطن العربي بالنسبة له ايه. الجيش المصري ظهر الوطن العربي. فتحية للجيش المصري. انا بقول للرئيس كمل يا رئيس بنا، وكمل ضرب في اهل الشر، اضربهم من حديد. اهل الشر مش سايبيننا لا بره ولا جوه، بيتلونوا كالحرباء. كل يوم بيطلع لنا اشاعات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، وبيلبسوا اقنعه مختلفه كل ثانيه وفي كل دقيقه، ومش سايبين حاجه. بنتحارب على السوشيال ميديا، وبنتحارب بالسلاح، وبنتحارب في كل المجالات. مفيش حد فاهمهم غير الرئيس عبد الفتاح السيسي